وهذه القضية يقر بها جميع أهل الإسلام، لكن كثيرا منهم يجهلون حقيقة عبادة الله، فيظن الظان أن عبادة الله هي أن تصلي وأن تصوم وأن تطيعه في فروع الشريعة وتفاصيل الأحكام، ويغفل عن أن أصل العبادة هي الإقرار لله تعالى بالتوحيد الذي يقتضي أن يقر الإنسان بأن الله ربه وأنه إله الذي لا يعبد سواه وأنه لا يستحق العبادة غيره جل في علاه. فقد قال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يتضح لكل أحد، هو معنى لا إله إلا الله، أي لا يستحق العبادة سواه، لا معبود حق إلا الله، فلا يعبد إلا الله ولا يحب إلا الله ولا يعظم إلا الله ولا يسجد ولا ينذر ولا يذبح ولا يحلف إلا بالله عز وجل وإلا له سبحانه وبحمده. فينبغي للمؤمن أن يعرف معنى هذه العبادة العظيمة وهذه الكلمة الجليلة التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا.